اهلا بيكم في فيديو جديد هننفذ فيه تصميم جميل وشيك. هنشتغل بخيط السلسلة وإبرة 5 ملي، نعمل عقدة البداية و26 سلسلة. من السلسلة التانية نشتغل السطر الأول من 25 غرزة حشو. السطر التاني هنعمل 24 غرزة سحب في الحلقتين، وهيكونوا 24 لأننا هنتخطى الغرزة الأولى في السطر. السطر الثالث هيكون من 24 غرزة حشو. هنسيب الحلقتين دول ونشتغل غرز الحشو على الحلقة دي. السطر الرابع هيكون من 23 غرزة سحب، لأننا برضو هنفوت أول غرزة. السطر الخامس هنشتغل 23 غرزة حشو. السطر السادس 22 غرزة سحب، نبدأ من الغرزة الثانية.
وبنفس الطريقة هيكون السطر الثامن من 21 غرزة سحب. دلوقتي هشتغل السطر التاسع وهعمل 21 غرزة حشو. بعد 21 غرزة حشو أشتغل 9 غرز حشو، غرزة قدام كل سطر من 9 سطور. يعني كده اشتغلت السطر التاسع من 30 غرزة حشو. اشتغل السطر العاشر من 30 غرزة سحب. السطر الحداشر من 30 غرزة حشو. في السطر ال 12 هنشتغل 7 غرز سحب بس. السطر ال 13 هنعمل 6 غرز حشو، يعني هنتخطى أول غرزة.
السطر الـ14 6 سحب. السطر الـ15 5 حشو. في السطر الـ16 هنشتغل 31 غرزة سحب. السطر الـ17 31 غرزة حشو. دلوقتي هنكرر السطرين الـ16 والـ17، هنكررهم 11 مرة. السطر اللي هنشتغله دلوقتي هو السطر الـ39.
السطر 39 31 غرزة حشو. السطر 40 5 سحب. السطر 41 6 حشو، يعني هنعمل تزايد في أول غرزة. السطر 42 6 سحب. بعد الست غرز اعمل سحب على السطر ده، بفوت الغرزة دي واعمل سحب في الغرزة اللي بعدها. أشتغل السطر 43 وأعمل 7 حشو، يعني بشتغل تزايد في أول غرزة. في السطر 44 هنعمل 30 غرزة سحب.
هنا بفوت الغرزة دي واعمل سحب في الغرزة اللي بعدها. السطر 45 30 غرزة حشو. في السطر ده بنقطع الخيط. وارجع اشبك الخيط عند الغرزة التاسعة. عشان اعمل 21 سحب. يعني الغرزة دي اللي شبكنا بيها الخيط زائد 20 غرزة سحب، وده كده السطر 46. السطر 47 22 غرزة حشو، يعني بنعمل تزايد في آخر غرزة. بعدهم بفوت الغرزة دي واعمل سحب في الغرزة اللي بعدها. واشتغل السطر 48 من 22 غرزة سحب. السطر 49 23 غرزة حشو، عشان هنعمل تزايد في آخر غرزة. أفوت الغرزة دي وأعمل سحب في الغرزة اللي بعدها.
واشتغل السطر الخمسين من 23 غرزة سحب. السطر 51 24 غرزة حشو. السطر 52 24 غرزة سحب. السطر 53 والأخير 25 غرزة حشو. بعد كده بشبك الخيط هنا واعمل غرز سحب من بداية الجنب الأول لنهاية الجنب التاني. ضروري نشد ايدينا كويس في غرز السحب دي. هيكون عدد غرز السحب 88. اشتغلت قطعة تانية بنفس الأعداد. دلوقتي بعمل 25 سلسلة مزدوجة. واشتغل عليهم 25 غرزة حشو في الحلقتين.
واعمل قطعة تانية زيها بالظبط، وعليهم أخيط السوستة. نمسك السوستة بحيث ما تكونش مرخية ولا مشدودة، ونخلي غرز الخياطة على خط واحد. والجزء ده هثبته في الشنطة خياطة، وهخيطه بس مش على الحرف. دلوقتي هربط الجزئين مع بعض بغرز سحب على المقلوب. غرزة مع غرزة بالظبط.
اكتبولي رأيكم في التصميم وشكرا لمتابعتكم.